اربط حجر ولا تألفن مصاب أخيك وإن طال. Wrap a stone because people of northern Gaza are facing famine. اربط حجر لأن أمهات غزة لا يجدون ما يسدون به جوع أطفالهم. اربط حجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. اربط الحجر لأن في غزة أكثر من 25 طفل مات بسبب الجوع. اربط حجر لأن أطفال غزة يأكلون ورق الشجر وعلف الحيوانات. اربط حجر لأن أهل غزة لم يتبقى لديهم إلا الحجر. اربط حجر لأن أهل غزة إلهم أكثر من 6 شهور صايمين. اربط حجر لأن أهل غزة يلفظون آخر أنفاسهم جوعاً. اربط حجر لأن 8 كيس الطحين في غزة هو دمهم وأرواحهم الزكية. اربط حجر لأن غزة تعيش التجويع بينما العالم يعيش أكثر لحظات الترف. أظهر دعمك لإخوانك وشارك في حملة اربط حجر يوم الجمعة 29/3. صوت حجراً من مكان عملك أو دراستك وشارك على هاشتاج اربط حجر او راب ستون على الانجليزيه. احنا في شمال قطاع غزه، اقسم بالله العظيم اكلنا على الحمام، على الفرانب، كل شيء اكلنا، الورق، الحشيش، كل شيء اكلنا، اقسم بالله العظيم. احنا المفاجعه، احنا مش عارفين ايش ندبر حالنا، احنا بدنا العالم يتفرج علينا، احنا بدنا يطعمنا ويسقينا، احنا شعب اعزل، حرام هذا اللي بصير فينا.